مرحبا، اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم. رمضان كريم. انا اسمها نعمور من الاذاعه الوطنيه، كرحب بكم وكل عام وانتم بخير وقبلوا علينا في هذه الامسيه. مرحبا ب 360. مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا. العمراني، اهلا. الحسين العمراني، قدم راسك اخويا حشمان. السلام عليكم، تحيه للجمهور موقع 360 ياك 360. تبارك الله عليكم والله حفظكم، وتحيه لكل الطاقم ديال هذا الموقع اللي في الحقيقه كيجتهدوا كيتحركوا وكنشوفهم في جميع المناطق المغربيه. مرحبا بكم في دارنا. راه ما يمكنش، راه كنحل عليك. كان ماشي لانه زعما كنت خدامه انا في الاذاعه، نو. انا اصلا ملي كنعقل على راسي كنموت كنشعل الراديو وكنعس بالراديو. راه ما يمكنش، واحد العلاقه غادي نقول غراميه، ماشي غراميه، ولكن واحد العلاقه وطيده جدا من الصغر، ماشي زعما حتى دابا عاد من الصغر. وخاصني غير نموت نشعل نسمع، نسمع اش واقع. كتسمعي الخبر، كتسمعي وكتتونسي به. انا عندي مشكله، عندي مشكله في الطياب صراحه. انا ماشي كنبغي الطياب، انا ما عزيزش عليا الطياب صراحه، ما عنديش مع الكوزينه من زمان، من اللي كنت صغيره. ولكن مضطر اخاك لا بطل. فالولاد اسامه وعبير كل واحد عنده واحد الطبع في الاكل. اللي كتاكلو عبير ما كياكلوش اسامه، واللي كياكلو اسامه ما كتاكلوش عبير. وقع لي اشكال، فبالتالي وليت كنقلب على شنو خاص هاد الولاد ياكلوا. شي كلشي بيتوتي ما عدا طبعا الطبر ديال سيدي ربي. صوبنا في الدار هذا نو دا جابتو صاحبتي الضيفه ديالنا، هادشي كله ديال الدار. في رمضان كيشوفنا الواحد تعبان، يعني كتنوض. انا اول كنفيق بكري، هذا عندي واحد الاشكال صعيب. كنعس بكري، بمعنى انه كنعس مع ديك 12 ولا 12 ونص بارفوا قل شويه، ولكن كنوض بكري من تما ما كنرجعش الناس. بمعنى انه كتقيلي توت لا جورني موزعه ما بين القراءات، يعني شي كتبه عندي كنقراهم اللي كنت مخليهم ما كملتهمش، كنقرا طرف شويه من هذه شويه من هذه الروايه، كنمل هذه الروايه كنمشي للروايه الاخرى. فرصه ليا توت لا جورني كنقراها. لما كتلحق 3 و4 د العشيه كنبدا نعيا، ومساله طبيعيه جدا كتبدا تعيا. وهنا العمراني كيدير شويه ديال يد الله، واش خصك شي حاجه، واش خاص هادي سورتو بحال دابا المقبلات ديال فواكه عصائر شي حاجه بحال هكا كيتفنن. ولكن انا انت اللي سببي باش عكس بقى تكون عندي علاقه بالكوزين ديالي. علاش؟ ملي كنت في الشبابيه كنا يعني في الكوزين من الاصدقاء ديالي، ولكن فاش تلاقيت بك تبارك الله عليك سديتي لي فمي، ما قديت لا نطيب لا والو، لان داك الشيء اللي كنعرف نطيبه متخلف. دابا هذا غير صباغه. لا راه ممكن. لا لا بالعكس، كان ممكن الواحد يطور حاله، كان ممكن الواحد يقول هاد المراه كتعيا. شوف جمله وتفصيلا، حنا العيالات والله تم ضرورات. انا والعمراني اون فات 30 سنه من زواجنا، 30 سنه اون سي ماريي، تزوجنا في لو 20 مي 1989. اذا 2019 صافي 30 عام، 30 سنه، العمر الطويل. شكرا لك. بالفعل هاد 30 سنه كلها يعني كان نضال، كانت اسمها المتميزه فيها، ويعني مرينا بمراحل متعدده، ولكن كنبقى دائما اسمها كنلقاها في الجانب ديالي، لان انا كنت في جهه وهي في جهه، رغم كنا كنتلاقاو في الاذاعه، ولكن كنت كنشتغل ايضا في التلفزيون، كنلقاها يعني احسن واكبر سند بالنسبه ليا مهنيا.
وايضا الملاحظات ديالها اللي كانت كتعطيني ملي كنساليو البرنامج او لا ملي كنفكر نقدم شي برنامج. اول وحده كنتناقش معها هالفكره وكتلقى عندها واحد المجموعه ديال 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 الافكار، مجموعه ديال الاشياء اللي كت المهم على مدار هذا العمر كان فيه صبر وكان فيه تنازلات لا منه ولا مني، كان لازمنا العش ديالنا يبقى مجموع، هذا هو الهدف اللي كان يعني. الفضيل أي 30 شخصية بالتمام والكمال أعدتها لكم الزميلة أسمهان عمور، فكونوا في الموعد وتفضلوا بالبقاء معنا مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا بكم في ضيافة الإذاعة الوطنية في فسحة رمضانية. هذه فقرة كنسمعوا أنتم سمعتوا الإعلان، حيت دابا في هذا الشهر الفضيل كنحاولوا ما أمكن أنه نديروا برامج اللي هي مسايرة ومواكبة لأجواء رمضان، ولكن هاد السنة خصيصا أنا والعمراني صراحة قلنا علاش اللي ما نديروش واحد الفقرة اللي هي اسمها ذاكرة رمضان، وخاصة بالشخصيات التي بصمت تاريخ المغرب الإسلامي والمغرب المعاصر من خلال واحد مجموعة ديال الشخصيات البارزة مش الأندلس وفي المغرب والمغرب العربي يعني الجزائر وتونس. وهاد الشخصيات هادو فيها 30 حلقة، هي ممكن تقدر تكون لأنه يعني كان شخصيات كثيرة، ولكن حددناها في 30 حلقة إما زادت في رمضان أو توفيت في رمضان. الذكرى الأربعينية لوفاة الراحل عبد الجابري وكانت في مسرح محمد الخامس، وهنا في أول مرة تلاقيت سي عبد الرحمن اليوسفي ولكن لأول مرة كنشوفه عن كثب وكنسوله. عبير قرات فرنسا 5 سنوات، من تما مباشرة لي شاسور دو تيت كيف ما كيقولوا اليوم كيقلبوا على الناس اللي كفاءات عالية، مشات لتايلاند كتعيش في تايلاند هذه 5 سنوات أيضا، كتجي مرة وكنفتقدوها لأنه لما كنكلموها ونتكلموا معها في التليفون كتقولك ماما هنا بلاد زوين تايلاند وجميلة، ولكن بحال الأجواء مثلا ديال رمضان ديال العيد الكبير ديال العيد الصغير قال كنفتقدوا كنحسوا بغربة حقيقية مش الغربة ديال اوروبا. للاسف يعني كفاءات كثيرة كتمشي، حنا متخوفين حتى الولد هو يتبعها، هذا هو التخوف ديالنا لانه عنده واحد الرغبة انه يغادر هذه البلاد. اشهد ان لا اله الا الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. أشهد أن محمد رسول الله. اللهم تقبل صيامكم وقيامكم بمزيد من المغفرة والأجر والثواب، وأعاد الله شهر رمضان هذا الشهر الفضيل العظيم على الأمة بالأمن والاستقرار. شكراً ل 360 موقع 360 أو موقع 360 كما تقولوا لي، شكراً للطاقم، شكراً للحفيظة، شكراً للجميع، تحية لكل المشاهدين لمشاهدي 360، تقبل الله وصيامكم. رمضان مبارك وتحية لكل المغاربة وشكراً جزيلاً على الزيارة ومرحبا بكم.